بعد استفادتها من هذه الحصه الشهريه راحت تساهم تضخ في السوق يعني كميه قدرها 7000 لتر يوميا من ماده الحليب المدعم عبر مختلف البلديات التابعه للولايه بالسعر المقنن 25 دينار في انتظار استلام حصة أخرى من مادة حليب غبرة الحليب. في المصانع الفلاحية عندنا خلية الحليب تقوم بمتابعة هذه الملبنات، خاصة متابعة مسار بودر مسحوق الحليب والكميات المنتجة يومية وتدوين كل هذه المعلومات في سجلات مخصصة من طرف الديوان الجزائري المهني للحليب.